يو جايز، السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون جوله في بيتي. الفيديو يعني اللي طلبتوه مني من شحال هادي وهي مفرشه. انا كنت درت لكم جوله في بيتي ولكن ما كانتش مفرشه ديك الساعات. اوه بحال كنحرق عليكم، نحط تريبي حتى منفعني في والو. كنت بغيت شي حد يصورني، ساعه خويا مشى للمدرسه دونك كاينه بوحدي في الدار. قلت ماشي مشكل نصورها لراسي. المهم بزاف منكم سولتوني، كنت كنوريكم غير شي شويه من هنا ومن هنا ومن هنا فاش كانوا ماما وبابا. فبزاف الناس ضروا راسهم يعني شنو زدت على الدار، شنو نقصت منها. هيا ما نقصت منها والو، زدت عليها. المهم اليوم ان شاء الله غادي نوريكم دار قنت بقنت. باقي خاصني شحال من حاجه ما لحقتش نقضيها حيت كانوا بابا وماما وداك الشيء. يلا غادي نكومونديهم. لقيت شي لعيبات زوينين يعني غادي يجيو زوينين مع الصالون ومع شحال من حاجه. المهم بيتي قاديتو، ما كانوش الماريوات حيت كنت كنحط غير في الباليزات وداك الشيء. خديت الماريوات، خديت شحال من حاجه، هادشي كامل ان شاء الله غنصوروا لكم. فاول حاجه نبداو بالدخله ديال الدار، نصورها لكم. ما غنبقاش نبان لكم دابا حتى نخدي الفيديو. اوكي هذه هي الدخله ديال الدار. عندي كاينه مع الدخله نيشان، كتشوفوا هنايا واحد الكوريدور داير هكا بحال تي بحال تي غليظه، ما عرفتش كيفاش بلانا. هنا ما جاتني حتى شي فكره ديال شي ضربيه نديرها اللي تغطى لي الكولوار كامل. جاتني الفكره ديال هذه دايره بحال هكا الوسط، حيت هنايا كيف ما كتشوفوا هاد الكولوار دي طويل، ولكن من هنا هاد القياس اللي هنا ماشي هو هاد القياس اللي هنا، يعني حتى شي ضربيه ما تجي طويله. دونك درت هذه دايره هنا الوسط، وهنا على اليسار ديالي كاينه الكوزينه، وقدامي نيشان كاين بيتي وحداه بيت خويا. اوكي نبدا لكم بعدا بالكوزينه اللي كتعجب كلشي. اول حاجه الكوزينه عندي كامله بيضه، داكشي اللي كيعجبني. خديت هنايا الثلاجه، خديت كلشي هنايا جديد، اي حاجه كتشوفوها عندي راها صفر يعني كلها جديده. هذه خديتها قصيره شي شويه يعني ديال دو بيرسون، وفوق منها كاين سميتو ديك اللعيبه ديال البانيني، لا ماشين ديال البانيني. وكاين هنايا كيف ما كتشوفوا ماكينه ديال الماعون وماكينه ديال الصابون. هنا حاطه انا فوق البوطاجي يعني دايره واحد بحال اللي قلتو واحد تان ديال البيض والكحل وشويه الاحمر. هذا الاحمر اللي شفتو هنا غنفكركم فيه. المهم دايره تام هكا بالبيض والكحل، حيت انا كيعجبني الكوزينه تكون بيضه، الحيوطه بيضين ولي زاكسيسوار هما اللي يكونوا بالكحل. دونك هنايا دايره هاد اللعيبه هادي ديال الخبز، ودايره كيتل في الاحمر هنايا ديكور خفيف. هادي سربيتها. وهنايا كاين تي كافي شوغر، وهاد اللعيبه هادي ديال البابي كويزين. ما عرفتش شو كنتو وريتها لكم من قبل ولا مبقيتش عاقله. كاين هنا ديكور خفيف عاوتاني شي شويه، كاين هنايا براتا وبالبيض والكحل، هاد اللعيبه ديال الزيت وهالحمر اللي قلت لكم عقلوا عليه. ها هي هاد اللعيبه ديال السمن، عندي السمن هنايا، وهادو حتى همايا في الحمر يعني بحال قلتو غابيل، وتما كنحط الميكسر. دونك فوالا نبدا معاكم بهنايا. اول باغ عندي هنايا هي ديال الكيسان، عندي الفوق كيسان مغربيين مع البرارد، كاين برد هنايا كبير وراه لهيه كاين برد صغير، حتى هو فوق الكيسان المغربيين شي ساري ديال 12. وهنا حاطه الطباصل ديال الكيسان التركي، اي الرضاعه ديال مارت ديال هادي التركيه، حتى اللور كيسان ديال الماء هذوك الموف. هنايا عاوتاني كاين كيسان ديال الماء، كاين هادو ديال الشاي التركي، كاين هادو كتحطو حتى القهوه التركيه هكا كيدار بهم السونوم وداكشي. المهم كنوريكم حاليا داكشي اللي عندي. من بعد هاد البلاصه هادي ديال كل ما يتعلق بالقهوه، دابا راه كلشي كاين في لا ماشينه لافي. كاين هنايا عاوتاني بزاف ديال هكا لي ماك بحال هادو في الالوان وداكشي، وهاد لي طاس يعني فناجين ديال القهوه ديراهم هنايا.
دايره هذه اللي كدير بالقهوه، هنا السكر، هنا اي حاجه يعني متعلقه بالقهوه. ايوا والفوق كاين اي حاجه متعلقه بالحلوى، هذه ما عرفتش جابها هنا، ولكن فيها كاع لي مول وداكشي اللي المدلك وكاع داكشي كيخص على قبل الحلوى. ما علينا، هنا كاينه بلاصه ديال الطباسل سيرفيس، وكاين هنا حتى ما لقيتش بلاصه حطيتها هنا. كاين الفوق اي حاجه يعني بواطات داكشي ديال البلاستيك، وهذا كله حاطاه تمايا. هادو انا كنحتفظ بهم فاش كنجيب تقديه كثيره، كنفرق فيها وندير في الفريكو، كنغسل لهم بجافيل وندير في الفريكو صافي. وهنا مجوره كاين معالق وداكشي داكشي الماكله وكلشي. دونك من هنا سالينا من الكوزينه، غادي نمشيو للبالكون. عمرني ما قلت صورت لكم البالكون مزيان. اوكي اليوم غادي نصور لكم. صافي هنايا هذيك فابيجيك تا ما عرفتش كي درت تما، ما عرفتش كان فزق وحطيتو ينشف. شوفوا هنايا هاد خديت هاد النشار هذا طويل فحال هكا كيقدني ديال بصح ما واخدش ليا لي سباس بزاف في البالكا. وكاين هنايا محبقات هذاك البوبيل اللي غسلتها وقلبتها تمايا. المهم فحال هكا مثلا كاينه شي قبيه ثقيله ولا هذا بغيت تنشف كدير على اللاقه وكتعلق فحال هكا. يعني انا عجبني هاد النشار هذا بزاف، كان عند ماما في المغرب واختاراته معايا هنا. هنايا في خرجه ديال البالكون كاين هنايا بوبيل صغير كراكين، هاد العيبه ديال الماء حيت ما كنشربوش الماء ديال الروبيني، وهذا غسلته نشرته فوق من هذه باش ينشف دغيا. دونك اوكي هنا كاين ماريو ديال الكبابط اللي دخل كحت كبوطو، ولتحت كاين الصبابط وكلشي. دونك رجعنا لهنا نبدا لكم بالصالون، ندوزو للصالون هنايا. هذا هو الصالون ديالي ما كانتش عندي طبلة، ما كانتش عندي شحال من حاجه زربيه وداكشي كلشي يلا خديته. المهم الطبله انا قلت ناخذها في هذا اللون هذا بحال الموطاغ، حيت انا عز عليا نخلط الالوان. ما عرفت ندير لكم شي طابله هنا بشي لون غير ترقبوا. وهنايا خديت حقه التلفازه، هنا درت جوج ديال لي ديكور هكا خفافين. هذا عصفوري عصفور، وهذه صغيره هكا حيت ما عنديش لا سباس بزاف في الطبله هذه باش ندير هكا دي بلانط. تما غادي ندير بلانط كبيره يا تما يا تما، و فهاديك البلاصه غادي ندير دوك لي لامب اللي كيكونوا طوال غادي نديرهم. مازال ما خديت شحال من حاجه باغي ناخذها، والطبيله الوسط هكا كتكون غير صغيوره، وثلاثه الطبالي كيكونوا غادي نحطهم هنايا فهاد البلاصه هذه ثلاثه الطبالي ولا هنا لا يفرق باش تشرب فوق منهم القهوه التركيه. دونك المهم هذا هو الصالون ديالي، ندير لكم واحد الدويره خفيفه عليه. هنا حطيت كرسي هكا، هذا هو الصالون. يس خليت صندلت وجيت. اوكي من الخرجه ديال الصالون هنايا غادي نلقى بيتي على اليمين، هذا هو بيتي. المهم بيتي انا ديجا كانت عندي هاد الزربيه هادي بيضو كحل كتعجبني، بيتي معتمد على اي حاجه يعني غوز قري اش غنقول لكم. تما كاين صفار هنا الكتوبه وداكشي، هذا ديجا كتكون بلاصتو هنا. هذا مازال باغا نعلقو هنايا كديكور، مازال ما حفرتش ليه الحيط، وغادي نجيب هنايا شي لعيبه اخرى. هذا الشيء ديال اليف كتجي فيها حوايجها وداكشي، فاش كتجي هنا تبقى معايا شي يامات كتجيب الباليزه ديالها. المهم هنا كاين هادي بحال الكومود فيها هنايا، هنا دايره الماكياج، تما دايره الحوايج، وكاين هاد العيبه هادي اي حاجه موسخه كنحطها فيها، يعني باش مابقاش نخلط داكشي في الماريو كنحط تما الموسخ. فاش كنبغي نصبن كنهز هذاك وندي نيشان. هنايا كاين سميتو مصلوح هنا، والباليزه ديالي انا، والماريو كامل هو هذا الماريو ديالي. وهنايا كاينه الطابل دو نوي فيها جوج مجوره فحال هكا، وانا مستحيل نطلع شويه، لا نطلع شويه لا مثلا حتى لهنايا على الشرجم ما نقدرش، غيبقى فيا الحال. علاش هاد الشرجم كامل انا نضرب فيه النص ديالو؟ دونك انا خليتها هكا. مازال غادي ناخذ واحد الناموسيات كيكونوا هكا دايزين على التحت هكا، ولكن ما كيدير حتى شي فرق. مازال كنفكر واش ناخذها ولا ما ناخذهاش. المهم
هذه هي انا مولفه ديجا كنجلس فحال هكا، كاين الكيتاره ديالي، كاين هذه كنشعلها في الليل نحل لامب. المهم علقت حقا هذا التروفي ديالي، شريت هذه حتى هي علقتها. مازال غادي ندير بزاف الحاجات في الحيط حتى انا عز عليا البيت يكون فهمتوا فيه بزاف الحاجات ما يدار. دونك هذا هو. من بعد كاين هذا البيت ديال خويا، البيت ديال خويا حتى هو داير لي نفس الحاجه، هنا كيحط اي حاجه مسخه ديالو، وهنا كاين الكوفر لي ديالو، كاين هنايا مانطا سو كنخداوها ماما وبابا. هذاك الشيء لي لور تما، هذاك الشيء ديال ماما شاريه مازال غنصيفطو ليها للمغرب. المهم كنخدا حقا هو ماريو، حيت الماريو ديالو ما كانش غيكفي لهادي هاد البلاصه كامله، شو واخد هذيك ديال البوكس عرفت شنو باغي يعلق عليا. المهم واخد هذيك ديال البوكس، انا كنبان لكم، قلت لكم ما بقاش نبان لكم حتى ساي الفيديو. المهم هو هذا هذا هو الماريو، ما عرفتش ليه حليه الفوق داكشي ديالو. المهم علينا هاد الايفال الفوق باف كتحط فيه التليفون من هاد الجهه وكيخرج لك سميتو الصوت مزيان. دونك هذا هو عنده الحمام ديالو صافي، وخدينا ليه زريبيه هكا بيج يحطها هنا، يعني تابع الالوان اللي داير هوايا. ويا هذا هو بالنسبه للحمام. الحمام تا هو خديت ليه هاد الزريبيه هادي فحال هكا، وخديت ليه هاد الجوج هادو. Life goes up and it goes down. يلا And we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown, before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too, friends are nearby, don't need another view, time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember. All things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa. It feels like I'm lying every time someone asks how it goes, and I save the details that actually mean something. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember. All things must pass, but I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady, cause I'm happy. I'm not gonna wake up. No, no, not yet. Whoa. نتمنى يكون عجبكم. الا استفدتوا من واخا غير شي حاجه تقدروا ديروها حتى نتوما عندكم قولوها ليا. الا شفتوني انا نزيد شي لون اخر مع شي حاجه اخرى، المهم كتبوا لي ارائكم في لي كومونتير، انا كنتسناهم. سو هذا هو، شكرا لكم على المتابعه، نتمنى يكون عجبكم الفيديو. بالنسبه يعني فين غابلو داكشي داكشي كامل ان شاء الله غادي يكون في فيديوهات جايين. فضلت اليوم ندير فيديو غير التور ديال الدار باش هكا تشوفوها وصافي، هادشي اللي كاين. نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش ديروا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنبغيكم بزاف، تهلاو في راسكم، سلامة.